هتسوق المنطاد فعلا يا خالي؟ شكلها كده يا بكار. بس انت ما بتعرفش يا خالي. نتعلم بقى يا بكار علشان نشتغل، ودي شكلها باين عليه شغلانة حلو تمام، ولا ما كانش عبدون دي يشتغل عليها نعرفه، دي واد عفريت. التذاكر من هنا يلا. معابد الكرنك يطلق عليها خطأ معبد الكرنك، بس هي مجموعة من المعابد، والمعابد دي بتعتبر من العلامات المميزة في الأقصر. وكان كل ملك بيحاول إنه يبني معبد ويجمل فيه عشان يتميز عن اللي جم جابله، وعشان كده الكرنك بقى دليل كامل بيظهر مراحل تطور العمارة والهندسة والفن المصري القديم. ويتميز معبد الكرنك الكبير بعروض الصوت والضوء الساحرة التي تقام كل مساء، والتي تعتبر طريقة رائعة لاكتشاف معابد الكرنك. Ladies and gentlemen, the Karnak Temple is one of the landmarks. معلش أنا آسف ما خدتش بالي.